السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم عن البنكرياس. البنكرياس عبارة عن غدة مشتركة، يعني في ايه؟ يعني في جزء منها غدي وفي جزء منها له قناة بتطلع العصارة بتاعته. والبنكرياس بيبقى في منطقة الاثني عشر بالنسبة للأمعاء، ده الأمعاء منطقة الاثني عشر، وده الايه؟ وده البنكرياس. الشكل ده في البنكرياس لما نيجي نقطع مقطع فيه هنلاقي من الخارج كله عبارة عن خلايا قنيات العصارة البنكرياسية. الخلايا دي اللي هي خارجية دي كده اللي عاملة زي الوردة أحمر هنا، دي كلها خلايا قنيات العصارة البنكرياسية، يعني فيها إفراز العصارة البنكرياسية وبيتجمع وبيطلع عن طريق أنبوب، اللي هو قناة البنكرياس، ويفرز في الاثنى عشر عشان يعمل عملية هضم للأكل. بعد كده في نص الخلايا دول، في نص المنطقة اللي محاطة بالخلايا، خلايا قنيات العصارة البنكرياسية، في النص ده في خلايا بنسميها لانجرهانز، خلايا أو جزر لانجرهانز. جزر لانجرهانز في عدد من قليل من جزر اللانجرهانز بتبقى محاطة من الخارج شوية، ودي بنسميها جزر، بيقول على جزر ألفا، جزر إيه؟ قصدي خلايا ألفا، ودي طبعا غدد بتفرز لنا هرمون. بعد كده باقي المنطقة، يعني 20% خلايا ألفا و80% خلايا بيتا، اللي هي المنطقة كلها من الداخل خلايا بيتا. وخلايا بيتا دي بتفرز لنا الأنسولين، خلايا غدد اللي هي الفا بتفرز لنا قلنا هرمون الجيليكو، الجلوكاجون، وفايدة هرمون الجيليكو الجلوكاجون انه بحول الجلايكوجين اللي موجود في الكبد الى جلوكوز عشان يروح الدم، بينما الانسولين بيعمل العكس. فالجلوكوز اللي هو موجود في الدم الانسولين بيخليه بياخده ويخليه يدخل الخلايا اول حاجه، او يحوله لجلايكوجين فيخزنه في الكبد والعضلات. نمره اتنين الجلوكوز يدخله في كمواد دهنيه في انسجه الجسم المختلطه. نمره ثلاثه بيدخله الانسجه الجسم عشان ايه؟ يحصل انه يتحول لمواد دهنيه، يا جلايكوجين يا طاقه، ويتحرق وهكذا. خلايا ألفا قلنا 20% من مجموع الخلايا في النص دي، وخلايا بيتا 80% من خلايا لانجر هانز. سكر الفريكتوز هو السكر الوحيد اللي بيدخل الخلايا بدون الأنسولين، ولذلك مريض السكر بيقولوا له كل فاكهة كذا وكذا، مش كل الفاكهة، في فاكهة ممنوعة، لكن في فاكهة اللي هي بس فيها سكر الفركتوز، لكن لو في أي سكريات أحادية غير الفركتوز بيبقى حالها حال أي حاجة تانية بالنسبة لمرضى السكر. المفروض عندنا كمية السكر في الدم تبقى النسبة 80 ل 120 ملي جرام في كل 100 سنتيمتر مكعب من ايه؟ من الدم. طبعا احنا عندنا الجلوكوز ازاي بتأكسد؟ الجلوكوز هنا بيدخل داخل خلايا الجسم، فلما يدخل داخل خلايا الجسم فيتأكسد داخل خلايا الجسم، يعمل لنا طاقة أو يتخزن على شكل جلايكوجين وهكذا، فيؤدي دخول الجلوكوز في الخلايا عن طريق الأنسولين يؤدي إلى خفض السكر في الدم. فلما ينخفض السكر في الدم بينخفض إلى المستوى الطبيعي. طب لو انخفض أزيد من المستوى الطبيعي اللي هو السكر في الدم، هيجي البنكرياس على طول يوعد لمين؟ للخلايا ألفا اللي هو الجلوكاجون، تفرز هرمون الجلوكاجون. فهرمون الجلوكاجون هيروح ايه؟ هيروح محلل الجلايكوجين الموجود في الكبد، محوله الى جليكوز، ويروح الجليكوز ده رايح للدم فيرفع مستوى الانخفاض الى المستوى الطبيعي. طب افرض زاد، فاذا زاد على طول يروح البنكرياس
بقى هنا كان حس خلايا ألفا عشان تعمل اللي هي جلوكاجون. هنا لما زاد السكر على طول هيعمل إيعاز لخلايا بيتا عشان تفرز الأنسولين، فالأنسولين يروح محول الجلوكوز الموجود في الدم يدخله الخلايا ويتأكسد يحوله إلى جلوكوز جلايكوجين في الكبد والأنسجة، يا إما يحولوا إلى مواد دهنية في الأنسجة والعضلات. فده كل اللي هناخده اللي هو من الشرح. فالبنكرياس عبارة عن غدة مشتركة قنوية ولا قنوية، لأن في هنا قناة بتفرز العصارة من خلايا قنيات البنكرياس اللي هي بتبقى المتطرفة، خلايا قنيات البنكرياس بتفرد لنا العصارة البنكرياسية اللي بتعمل هضم للطعام في منطقة الاثنى عشر. بعد كده الإنزيمات الهاضمة تفرز من خلايا حويصلية في الاثنى عشر وتفرز للاثنى عشر، والقناة البنكرياسية عبارة عن غدة قنوية اللي هي جايبة العصارة الهاضمة. أما الهرمونات فتفرز في الدم مباشرة بدون قناة من خلال غدد صغيرة اللي هي بنسميها جزر لانجرهانز اللي هي في النص هنا، ومنها 20% ألفا و80% بيتا. ألفا عدد قليل، والهرمون جلوكاجون يعمل لرفع تركيز السكر، سكر الجلوكوز في الدم. يبقى الجلوكاجون يرفع الجلوكوز في الدم عن طريق تغير أو تحويل الجلايكوجين اللي في الكبد إلى سكر جلوكوز يذهب للدم. أما خلايا بيتا اللي هي بتفرز لنا الأنسولين، أغلب خلايا جزر لانجرهانز 80% تقريبا، والأنسولين بيعمل بخفض تركيز سكر الجلوكوز في الدم، بيسحبه من الدم وبيخفضه عن طريق مرور السكريات الأحادية ما عدا سكر الفركتوز، لأنه بيأثرش على سكر الفركتوز، والفركتوز مش محتاج أنسولين عشان يدخل الخلايا. فبياخد أحاديات السكر كلها من خلال غشاء الخلايا من غشاء الخلايا إلى داخل الخلية. النمرة 2 إلى داخله، ويعمل على أكسدة الجلوكوز في خلايا الجسم المختلفة، غير إنه بيخزن سكر الجلوكوز في الكبد كجلايكوجين، غير إنه بيحول برضو سكر الجلوكوز إلى مواد دهنية في الأنسجة المختلفة. بعد كده عندنا الثاني حاجة، إن الأنسولين بيتحكم في علاقة الجلايكوجين، فيخزن بالكبد اللي هو الجلايكوجين، وياخد الجلوكوز المفرد من الدم حيث يتحول الى ايه الى جلايكوجين الى جلايكوجين والجلايكوجين مخزن يا اما في الكبد والعضلات او العضلات الكبد والعضلات، او بيحوله لمواد دهنيه تتخزن في الانسجه الجسم المختلفه. نقص الانسولين بيعمل خلل في الايض او التمثيل الغذائي في كل من الجلوكوز المواد السكرية والدهون في الجسم، فيسبب البول السكري. أعراض البول السكري: ارتفاع السكر في سكر الجلوكوز في الدم عن المعدل الطبيعي اللي هو 80 ل 120، تلاقي 140 200 300 500 وهكذا حسب الحالة المرضية. نمرة 2، بيعمل تعدد حالات التبول بالنسبة للإنسان، وبصحى من النوم مخصوص عشان يدخل دورة المية، فده سببه لما يتكرر كذا مرة بالليل فده سببه لازم يكشف سكر الأول. وتعد حالات العطش، وبرضه غير انه بيكون دايما عطشان وعاوز يشرب مية، نتيجة يعوض السكر اللي هو او البول اللي خرج عن طريق مع السكر، والذي يصحب كمية كبيرة من الماء بيخرج مع السكر. ثالث حاجة، ان احيانا بيصاب مرضى السكر بغيبوبة وبنسميها غيبوبة سكر. الى هنا واكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.